يخلط الناس بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، ونخرج من الاستوديو لنزور الحرم القدسي ونتحدث بالتحديد عن قبة الصخرة. يقع المسجد الأقصى داخل الحرم القدسي الشريف، وعلى بعد بضعة أمتار يقع مسجد آخر هو مسجد قبة الصخرة. في هذه الصورة المنونة القديمة نرى مسجد قبة الصخرة وقد جللت قبته صفائح من معدن الرصاص. وفي عام 1964 استبدلت بهذه الصفائح صفائح من الألومنيوم المعالج. الملك حسين يطل على قبة الصخرة من طائرته قبل أن تفلت القدس والضفة كلها من يد العهد الهاشمي في الأردن، وقبل أن تحتلها إسرائيل. وحتى اليوم فالحكم في الأردن يفرض وصايته على الحرم القدسي الشريف. تسيطر قبة الصخرة على سماء القدس، وهذا المسجد من أقدم المساجد، فقد أنشئ في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في عام 72 للهجرة. وبقرب قبة الصخرة قبة أخرى هي قبة السلسلة، التي يعتقد أنها بنيت أولاً كي تكون نموذجاً للبناء الكبير. لمسجد قبة الصخرة تصميم فريد، فهو مثمن الأضلاع وتزينه من الخارج ألواح القاشاني الأزرق وعليها سورة ياسين بخط الخطاط العثماني محمد شفيق، وهي باقية منذ 150 سنة لأن الكتابة مزججة مع القاشاني في أفران إسطنبول. والزخارف التي في داخل المسجد تبلغ الغاية في الدقة والجمال، ويقوم المقدسيون على أعمال الترميم بشكل يومي. يشرف على الترميم فريق مقدسي، ويظهر الحاج سيف الدين سميرة خبير الترميم الذي يعمل في مسجد قبة الصخرة منذ أكثر من 40 عاما، ويقول إن رقائق الذهب تجلب من إيطاليا، وقبل التذهيب يؤسس بطبقة حماية ثم بمادة تطفئ البريق الساطع للذهب، وبعد ذلك بطبقة من اللدائن تحمي التذهيب من الخدوش. وقد سمي هذا المسجد باسم صخرة في داخله، وقد حيكت أسطورة تقول إنها معلقة في الهواء، الواقع أنها ثابتة على الأرض ومجوفة، فهي شبه مغارة، ولكنها تستمد قدسيتها من رواية قديمة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء. قبة الصخرة المشرفة من أجمل وأقدم المساجد، وقد ثبتت على الزلازل فلم يتغير أساسها العمراني منذ أن بنيت، غير أن الأيوبيين والعثمانيين والهاشميين من فكوا يوشحونها بقلائد الزينة.